طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نستكمل آخر فرع موجود في درس الترانزليتور، واللي هو الترانزليشن سكيم. يعني إحنا لما قلنا ترانزليتور أول ما بدينا قلنا في نوعين، في نوع اسمه سينتاكس دايركتد ديفينيشن، وفي عنا ترانزليشن سكيم. طبعا بالنسبة للسينتاكس دايركتد ديفينيشن اتفقنا إنه الجرامر في نص والرولز في نص تاني، وبعد ما نعمل عملية البارسينج ونخلصها بنعمل عملية فيزيتنج للنوتس بطريقة بوتوم اب او ديبث ترافيرسال عشان نحل السيمانتيك رولز عليها. واتفقنا انه طريقة البوتوم اب والديبث ترافيرسال بتزبط اذا كانت كل الاتريبيوتس من نوع سينثيسايزد، يعني اني لازم اشوف الابناء قبل الاب عشان احسب القيم، وهذا خلصناه المرة اللي فاتت. قلنا قبل هيك ايضا واليوم بنأكد انه الترانزليشن سكيم ايش افرق عن الديفينيشن، انه الرولز بتكون موجودة جوا الجرامر. ليش موجودة جوا الجرامر؟ لأنه بكون الكود ساعتها إفشيانت أكتر، يعني عمال شغال في شغلتين مع بعض، بيعمل عملية بارسينج للسينتاكس يتأكد أنه سليم، وفي نفس التوقيت بتظهر السيمانتكس خلال عملية البارسينج، السيمانتك روز بتظهر عشان تعمل المهمة المطلوبة، سواء عملية حسبة، سواء عملية ترانزليشن، تحويل إلى آخره، تمام؟ وحناخد اليوم كمثال موضوع الانفكس لبوست فيكس، نفس اللي اخذناه قبل هيك كديفينيشن بدنا ناخده اليوم على السريع كترانزليشن سكيم. الان اول ملاحظه بدك تلاحظيها انه كيف احنا بنضيف هذا السيمانتيك رول جوا الجرامر. قال بنضيفه على بين قوسين زي هيك، بنميزه بين قوسين. يعني طبعا لما تفتحي هذا القوس وتسكري هذا القوس بتعرف انه اللي في النص بقصد فيه سيمانتيك رول. طبعا السيمانتيك رول ممكن يكون اكشن، ممكن يكون برينت، ممكن يكون فراجمنت اوف كود، ممكن يكون وات ايفر. هذا تكلمنا زمان، السيمانتيك رول تاخذ اشكال عديده، تمام؟ المهم انه لما احنا بدنا نحطه جوا الجرامر لازم نميزه بشو؟ بالقوسين هدول. طبعا واحده ممكن تيجي تسال وتقول طب لو انا بدي هذا القوس كجزء من الجرامر، يعني افترضي انا بدي اوصف الاف كونديشن مثلا، والاف كونديشن قوسها مش زي هيك براكت، كيف بدي اسوي اذا انت بتقول لي حيفهم انه هذا عباره عن سيمانتيك؟ اكيد لازم يكون احط اشاره تميز اني بقصد البراكت تاع السيمانتيك او البراكت اللي بدي اياه في الجرامر، فبنحط سلاش. زي بالضبط في الجافا لما بدك الكوتيشن، انت لما بتحطي كوتيشن وكوتيشن بتكتب السترنج اللي بدك اياها في النص. طب افرض انا بدي الكوتيشن تكون ضمن السترنج، تضطر تحطي علامه زياده اللي هي السلاش عشان تقولي انا بقصد الكوتيشن هذه تبين جوا ككاركتر، مش بقصد الكي اللي هي لازم نكتب جبناتها السترينج. وهنا نفس الفكره، انا لما احط القوسين هذول البراكتس بدون اي اشارات الديفولت والمفهوم انه ايش؟ انه سيمانتيك رول. انا بديش يكون سيمانتيك رول، لا بدي القوس نفسه بحط له سلاش، بس عشان نطلع من ايش؟ من موضوع التمييز بين القصتين هذول. اذا اول شغله بنلاقيها انه هيك احنا بنعمل السيمانتيك رول. طبعا مش بالضروره السيمانتيك رول يجي في الاخر زي هذا المثال، ممكن يجي هان، ممكن يجي هان، يجي هان، ممكن يكون في اكثر من سيمانتيك، هذا هنتكلم عنه كمان شوي، بس كشكل بيظهر على شكل بين قوسين. طب في الرسم كيف بيظهر؟ يعني انا لما بدي اعمل بارسينج لهذا الجرامر، مش احنا بنستبدل، كنا زمان بدون ما تكون هذه موجوده كنا نستبدل الاكسبريشن عباره عن اكسبريشن زائد تيرم وكمل، بس الان صار ضمن الجرامر حاجه زي هيك، كيف بدي اتعامل معها في عمليه البارسينج؟ قال برضه بسهوله، بعمل خط مقطع زي هيك وبنفذ هذا الاكشن. يعني لما انا اطلع على بارسينج تري والاقي خطوط مقطعه زي هيك، ايش بفهم؟ انه هذه جايه من مين؟ من سيمانتيك رول. اذا في الرسم مميز وفي الجرامر مميز، لكن هو بيكون في النهايه قطعه من الجرامر، مش منفصل عنه. يعني اي حد بعد اليوم بده يستبدل الاكسبريشن مش على كيفه، ممنوع يستبدلها بهدول ويسكت، لازم يستبدلها بهاي مع هاي مع هاي مع هاي مع اي سيمانتيك رول انا بحطه، لانه بطل منفصل. وضحت الفكره العامه؟ طيب ليش انا بحط السيمانتيك رول جوا وليش هذا بالنسبه لي افضل؟ لانه في الحاله هذه بضرب عصفورين بحجر، بكون انا قاعد عمال بتاكد من السينتاكس تاع السنتنس، وفي نفس الوقت قاعد بعمل عمليه التحويل المطلوبه حسب حسبة فاليو ترانزليشن زي ما حنشوف كمان شوي. طيب الآن نيجي للمثال تبعنا،
اللي احنا اخذناه المره اللي فاتت من ان فيكس لبوست فيكس. الان السؤال ايش بيقول؟ اعملي ترانسليتور او ترانسليشن سكيم بيحول من ان فيكس لبوست فيكس. تعالوا نشوف كيف الحل ونشوف كيف طلعوا او كيف فهموه. قال معكم خبر لو انا اضفت اللي هو طباعه الاشاره في اخر البرودكشن، يعني هنا زائد طبعت في الاخر زائد، هنا ناقص طبعت في الان ناقص، حتى لو كملنا تحت الضرب وطبعا الضرب في الاخر والقسمه وطبعا قسمه في الاخر، بعدين لاحظ الارقام بطبعهم في الاخر. قال لي هذا الان الجرامر هو بيزعم نتاكد صار يحول من انفكس لبوستفكس، يعني مهما تجيبي له صيغه ان شاء الله صعبه زي اللي تحت المره اللي فاتت لازم يعطي لك البوستفكس صح. فاحنا شوي حنستغرب، طب هو كيف عرف انه هذا بيطلع لي البوستفكس؟ يعني كيف توصل لهي النتيجة؟ تعال أقول لك إياها كيف توصل، وهذه سهل استنباطها. لما نيجي نقول مثلا 9 ناقص 5، أنت ببساطة حتقولي لي الإكسبريشن مش هيك؟ عبارة عن إيش؟ إكسبريشن في الأول كجرامر، نسير إنه الإضافة عشان نقول كيف حنضيف، ناقص تيرم، صح؟ مش هذا في الآخر بده يطلع 9 وهذا بده يطلع في الآخر 5، مش أنت وراهم بدك تطبع الزائد عشان يطلع البوست فيكس؟ مش انت البوست فيكس بيجي بعد الارقام؟ عشان هيك هو قال ضروري نطبع هنا زائد. طيب السؤال لما انا بطلع 9 مش برضه بدي اطبع 9 كرقم؟ فعشان هيك ايش عمل؟ قال برضه بدي اطبع هنا 9. فتخيل لما بعد ما بيطلع 9 تطبع 9، وبعد ما بيطلع 5 تطبع 5، وبعدين بعد هذه كلها تطبع الاشاره، ايش طبعتي؟ 9 5 طبعا ناقص، هذا نطبع 9 5 ناقص. فانت ما هي انا طبعتها بعد، مش هيها اكسبريشن ماينس تيرم، يعني انا عارف في النهايه في اكسبريشن بدها تصير. الاشاره بعد، فبطبع بعدهم ايش؟ اشارتها. الان خلص يوم ما عملش اي طباعه غير الارقام، فايش طلعت معايا؟ التسعه انطبعت والخمسه انطبعت والاشاره وراهم. عشان هيك صار لازم انا اطبع الاشاره وين؟ في الاخر. وصار لازم انا اطبع الرقم وراه. طيب اديكي مثال، لو انا اخذت البرنت هاي وحطيتها في النص، ايش تتوقع حيصير؟ حيضل صح؟ مش حيطبع بالضبط، مش حيطبع الناقص بعد الارقام، حيطبعها في النص. ليش تغيرت؟ لانك انت غيرتي في مكان الاكشن او في مكان السيمانتيك، فانت بدك تكوني حذره وانت بتحطي قاعده في ايش؟ في الرول تبعك، وايش الرول اللي بدي احطه؟ لكن هنا ليش سهل استنباطها؟ لانه كل القصه البوست فيكس عباره عن ايش؟ اني بطبع الارقام وبطبع الإشارة بعد الأرقام باختصار. عشان هيك إيش قال؟ قال كل ما بطلع رقم بدي أطبعه، كل ما بطلع رقم بدي أطبعه، لكن متى بدي أطبع الإشارة؟ وراهم عشان أضمن إنه يجيني شو؟ البوست فيكس. هاي باختصار. عشان هيك هو مش مكمل الكود، لو إحنا كملناه وكتبنا إكسبريشن ضرب تيرم حتعملي، طبعا هي عفوا هي تيرم في فاكتور، حنعمل برنت ضرب بعدين تيرم على فاكتور برنت القسمة بعدين فاكتور وخلص بتكملي كودك عادي. يعني قصدي لو تعملي لها اكستنشن مش صعبة، بس هو عشان يوضح المثال اعمل بس على قد الزائد والناقص. وفي اغلب شغلنا في الشبات الجاية كل ما بده حاجة في هذا المثال بيعمل لي زائد وناقص وبس، لكن طالما فهمت الزائد والناقص سهل عليكي تضيفي نفس المبدأ للضرب والقسمة. طيب الآن ناخذ مثال صغير على هذا عشان نشطب النقطة هاي ونعدي على السكشن الجديد. لو بدنا نشوف التسعة ناقص خمسة زائد اثنين، طبعا يا بنات انت قادرة في البيت المثال الطويل اللي اخذناه اخر المحاضرة السابقة، مش احنا عملنا له تري؟ لو رحتي بس اضفتي عليه الرولز هتلاقيه طبع لك البوست فيكس بالكامل بدون ما اعمل حلول سيمانتيك رولز، بس ضيفي البرنت في مكانها اللي زي ما هي موجودة ارجعي، يعني بس ضيفي عليها اضافات هتلاقي طبع لك البوست فيكس. طبعا وين بتطبع؟ حسب بدك تطبعي في ملف، بدك تطبعي في كونسول، حسب انت وين بدك تطبعي. تمام؟ تعالوا نجرب كمثال، 9 ناقص 5 زائد 2. كل المطلوب منك تشتغلي انه تعملي لها بارسنج عادي. تمام؟ على اساس تتاكدي من السنتكس تبعها سليم. فايش حتقولي لي؟ حتقولي لي الاكسبريشن هذه مالها؟ تستبدل بايش؟ باكسبريشن زائد تيرم. تمام. طبعا غلط اوقف لها لانه في غصب عني صار في مقطع جديد في الجرامر، هذا لازم اتعامل معاه كوحده موجوده. عشان هيك ايش هذا؟ كيف بدك تعبري عنه هذا؟
بدك تعبري عنه بخط مقطع زي هيك. وإيش معنى برنت؟ يعني بدنا نطبع عملية زائد في الآخر، تمام؟ طيب خلينا نكمل الإكسبريشن اللي هان عبارة عن إيش؟ إكسبريشن ماينس تيرم، وهنا إيش نكون؟ إطبع ماينس، صح؟ طيب الإكسبريشن اللي هان تيرم، شايفة؟ أنا ببدل زي ما هو مكتوب، مش طالب مني لا أطبع ولا أعمل حاجة هنا، خلص بنفذ المطلوب، تمام؟ طيب وبعدين إيش هنا؟ التيرم عبارة عن إيش؟ خلص على طول واحد هنا، مش 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 كامل هذا، تسعة عفوا، وبعدين إيش أقول له هنا؟ في برنت لتسعة، بنفذ الموجود. طيب التيرم هذا عبارة عن إيش؟ خمسة، وفي وراها إيش؟ إطبعي خمسة. الآن مين ضل ما خلصناش؟ التيرم هاي، التيرم هذا عبارة عن إيش؟ اثنين، وإيش في وراها؟ إطبعي اثنين. الآن تعالي فتشي على الانطبع من الشمال اليمين، إيش هتلاقي انطبع؟ تسعة انطبعت، خمسة انطبعت، ماينس انطبعت، اثنين زائد، يعني انطبع تسعة خمسة ماينس اثنين زائد، اللي هو مين؟ البوست فيكس لهي. ولو جربت المثال الطويل تبع المرة اللي فاتت هتلاقيه بيزبط مزبوط وبديك البوست فيكس مزبوط. باختصار، خلاص؟ طبعاً مين بتتوقع أسرع وإفشنت أكثر؟ هاد، ليش؟ لأنه قاعد بيعمل الشغلتين مع بعض. قاعد بيعمل عملية التحقق من السنتاكس وفي نفس اللحظة قاعد بيعمل عملية الإيش؟ التحويل. طبعاً إذا كان السنتاكس مكتوب غلط خلص ما فيش داعي بباخدش النتائج اللي طلعت معاه، لأنه أصلاً هو غلط، فإيش بدي في التحويلة الغلط؟ طول ما أن السنتاكس طلع خلص مزبوط معناها بقدر آخذ إيش النتيجة إنها مزبوطة تاع التحويل الانفكس لبوستفكس باختصار. وضحت؟ طبعاً كمان مرة عملية إضافة السيمانتيك رولز جوا الجرامر عملية مش كتير سهلة برضو، بده الواحد يقعد يفكر فيها ويستنبط فيها كيف أنا أقدر أعمل المطلوب من خلال إضافات، لأنه أي إضافة غلط في مكان غلط بطلع غلط. يعني لو أنا بهذه البرنت زي ما قلت قبل شوية حطيتها في مكان تاني مش هتطلع بوستفكس مثلا. وبعدين قدام إن شاء الله أظن مش عارف يمكن شابتر خمسة هنتعلم كيف لو أنا عندي syntax directed definition بشروط معينة كيف أحوله لtranslation scheme. يعني هيدونا الدرس هذا قدام، إنه لو أنت عندك طلعت syntax directed definition كيف أحوله لtranslation scheme. طبعا لازم يكون في مواصفات وشروط معينة، هذا هناخدها بعدين. طب ليش هو حيديني هذا الدرس؟ لأهمية ltranslation scheme. أسرع بكتير من مين؟ من الديفينيشن. ليش أنا أخلص عملية البارسينج وبعدين أعمل عملية فيزيتنج جديدة للنودز وأقعد أحل الأتريبيوتس عشان أوصل ترانزليتور؟ إذا أنا قادر طبعاً أحطهم وين؟ بطريقة ما جوا الجرامر، ما خلص في نفس اللحظة اللي بعمل فيها البارسينج نعمل عملية إيش؟ تنفيذ الأكشنز مثلاً. إذا واضح الترانزليشن سكيم ماله أفضل أسرع أحسن. طيب الآن تعالوا نفوت على الدرس الجديد اللي هو 2-4 البارسينج. وهنا يعني أنا في عندي سؤال استنكاري شوية. إحنا من حد ما بدينا في شابتر 2 إيش كنا نعمل؟ كنا نعمل بارسينج. أنت إيش يعني لما كنا نقول لك هذه السنتنس موجودة في الجرامر ولا لا؟ مش كنت تروح تعمل تري عشان تقولي لي موجودة ومش موجودة؟ لما كنت اسالك سؤال امبيغوس ولا مش امبيغوس، مش كنت تروح تشوفي لها الها شجرتين ولا لا عشان تقول امبيغوس ولا لا؟ هذا العمليه اللي انت كنت تعمليها شيء هي بارسينج. انه بمجرد ما تعملي تري لسنتنس من جرامر هذا بارسينج. طب احنا من اول ما دخلنا في الشابتر احنا بنعمل بارسينج. شو الفكره اليوم جايب لي اياه سكشن منفصل من اربع؟ ايش بده يقول لي تتوقع يعني؟ ايش الجديد؟ طب ما خلص عرفنا البارسينج 100%، ايش ليش جايب لي اياه ثاني بشكل مستقل؟ ما رأيك؟ في حدا بتعرفش تعمل بارسينج في الموجودات؟ تعرف تعمل بارسينج ولا لا؟ خلص عندك جرامر، عندك سنتنس، طالعيها من هاي اعملي بارسينج، خلصت البارسينج يعني، مش ايش هالقصة يعني جايب لي في سيكشن ثاني؟ شاطرين. طيب الآن أنا لما كنت أعمل بارسينج قبل هيك كنت أعمله كهيومن ولا كسيستم؟ كهيومن. كنت تطلع الى حالك وتقعد تحزري وتفزري، اقلب هاي اقلب هاي ودي هاي جيب هاي عبالة توصل للشجره، صح ولا لا؟
لكن احنا كحاسوب وكسيست لازم نتعلم كسيستم كيف بتتم العمليه، كيف ككمبيوتر بده يعمل عمليه، صح ولا لا؟ عشان هيك الان احنا حننتقل خطوه باتجاه البرمجه ونحاول نشوف بشكل سيستماتيك كيف بدنا نعمل عمليه البارسينج، كيف بدنا نعمل الاختيار. يعني ليش اخليها للحيره؟ انت كنت تستبدل قبل شوي اكسبريشن اكسبريشن زائد تيرم ولا ناقص تيرم، وتقعدي تفكري وتحزري، لا هذه مش هذه، صار لا. طب ككمبيوتر كيف يعرف انه بدي هاي مش هاي ولا هاي مش هاي؟ عشان هيك الان هذا السكشن بس بتكلم الان بعمليه سيستماتيك كيف عمليه البارسينج بتتم، لانه بده ياهلني كيف ابرمج كمان شويه، لانه انا مستحيل اقدر ابرمج اذا انا مش عارف بشكل سيستماتيك كيف بيعمل عمليه البارسينج، صح ولا لا؟ فلازم اعرف في الاول بشكل سيستماتيك كيف العمليه بتتم بالضبط عشان اقدر احولها لبرنامج، وهذا اللي حنسويه ان شاء الله في محاضره اليوم. نشوف البارسينج كيف بنعمل، وبعدين نفكر كيف نعمل البرنامج ونخلص اليوم ان شاء الله. طيب تعالوا ناخذ مثال. طبعا بالنسبه لموضوع البارسينج في اكثر من ميثود، في اكثر من واي. احنا حنركز على التوب داون بارسينج. ايش بنقصد بالتوب داون بارسينج؟ انه انت بتيجي بتبدي من الروت، وبتصير الروت هذا تستبدليه بحاجات، وبعدين تمسكي كل نمتين وتستبدليه بحاجات لغايه ما توصل الى وين؟ للليفز. الليفز ايش بكونوا؟ تيرمينالز في الاخر، 9 ناقص 5 زائد 2 مش هيك؟ لازم توصلي في الاخر للتيرمينالز، لكن انت بتبدي من وين؟ من نون تيرمينال، بايش يستبدل؟ وهذا ممكن تطلع نون تيرمينال الثاني بايش يستبدل؟ لما تخلصي. فهذه الطريقه اللي كنا احنا نمشي فيها مالها؟ بنسميها اللي هو توب داون، تمام؟ طيب هذا شو معناته؟ معناته انه في طرق ثانيه مش حناخذها احنا، اللي هي زي البوتوم اب. ايش البوتوم اب؟ يعني بيبدا من الليفز وبيبدا شوي شوي يطلع لغايه ما يوصل الروت. يعني بيجي بيقول التسعه هذه طلعت من تيرم، التيرم مثلا طلعت من فاكتور مثلا، هذه الخمسه من 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 هذه اكسبريشن، هذه من تيرم، بعدين بيقول لك هذه شفتي كيف؟ يعني بيحاول انه يرجع بالعكس، انه هذه من وين اجت؟ وهذه من وين اجت؟ وهذه من وين اجت؟ وهذه لغايه ما يوصل للروت في النهايه. فهذه بنسميها البوتوم اب، ولها طرق كثيره ولها ميثودز ولها تفاصيل كثيره وشابتر يمكن خاص فيه، لكن هذا مش في السكوب تبعنا ان شاء الله. احنا حنركز بشكل اساسي على مين؟ على التوب داون. اوكي طيب تعالوا نشوف قصه التوب داون كيف بتتم، وناخذ مثال ونتكلم فيه بالتفصيل. هاي المثال شايفين الجرامر اللي على اللوح. الان هنا ايش بتكلم؟ جايب لي سبسيت تعريف الستيتمنت بشكل صغير، انه الستيتمنت هي عباره عن اكسبريشن فاصله منقوطه، او اف كونديشن بهذه الصوره، او فور بهذه الصوره، او اذر. طبعا مش كاتب كل التفاصيل الوايل والدو وايل والاف الس ومش عارف، مش كاتبه، مو بس بده يوريني الفكره. فاقتصر انه الستيتمنت ممكن يكونوا كل هدول. وطبعا في عندي نون تيرمينال ثاني هو اوبشنال اكسبريشن، وهذا يحتمل ان يكون اكسبريشن معينه او ابسلون، لانه مسموح في الفور عندنا في الجافا او في السي ان يكون هذه فراغات. مش مسموح تكتبي فور فاصله منقوطه فراغات، مسموح. وبالتالي هنا قاعد بيعكس هو اللي مسموح في اللانجوج او مش المسموح. طبعا مسموح يبقى لازم يحط لي ابسلون كان. طيب الان بيقول لي خلص هذا الجرامر اللي بيوصف الستيتمنتس هذولا. الان ايش بده يوريني؟ بده يوريني شو المبرمج كتب، شو اليوزر كتب. اليوزر مثلا قال لي كتب زي هيك مثلا، هاي كتب فور. هذا مين كاتبه؟ اليوزر. هذول مين حيجيب لي اياهم كتوكنز؟ الليكسيكال، لانه هذا في الملف مكتوب، فالليكسيكال حيروح يقرا الاف والاو والار ويقول لي لقيت لك كي وورد فور، لقيت لك فتحه قوس، لقيت لك لقيت لك، ويبعث لي. هيك الليكسيكال بيشتغل، تمام؟ بالدور. طيب فاصله منقوطه اكسبريشن، بعدين ايش؟ اذر، هذا المكتوب، تمام؟ في المقابل في عندي ايش؟ في عندي شجره اسمها ستيتمنت، الروت تبعها ستيتمنت، معروف الستارت سيمبل البدايه. فاول ما ببدا معروف عندي بدايه التري الستيتمنت، وهي دائما بتكون الستارت سيمبل يا بنات، تمام؟ طيب الان تعالوا نشوف كيف العمليه بدها تتم. الان أول حاجة بدي استوعبها إنه الستيتمنت هاي لابد أن تستبدل بهاي أو هاي أو هاي أو هاي.
ما فيش خيار خامس طالما هيك بيقول لي هو في الجرامر. ايش معنى هذا يا بنات؟ ايش يعني هنا؟ معنى انه الستيتمنت هاي ممكن تستبدل بهاي او بهاي او بهاي او بهاي، هاي كل الخيارات فيش غيرها، وبعدين هاي تستبدل بهاي او بهاي، مش هيك معناها؟ طيب الان على اي اساس انا بدي استبدل ستيتمنت؟ قال لي عشان تعرف على اي اساس بدك تستبدل ستيتمنت، وركزي معايا، لازم نكون عارفين التوكن الاول اللي كاتبه المبرمج وجاي من الليكسيكال اللي هو في حالتي هاي، مين هو؟ الفور. في حاجه بنسميها يا بنات اللوك اهيد، في مؤشر اسمه لوك اهيد وفي مؤشر واقف عند الستيتمنت، مؤشرين اثنين لازم يشتغلوا مع بعض، طالما انا بدي اقارن شيء مع شيء ففي مؤشرين لازم يمشوا مع بعض. واحد واقف عند الستيتمنت اللي هي الستارت سيمبل اللي هي اللي حتبدا تفرد في التري، والثاني واقف عند اللوك اهيد المكتوب اللي كاتبه المبرمج اللي جاييني، هذه لسه البدايه. تمام؟ طيب الان ايش اللي بده يصير؟ قال بده يصير مقارنه بين هاي وبين اللوك اهيد، هذه كبدايه عشان نشتغل. الان هنا ستيتمنت صح؟ وايش اللوك اهيد؟ فور. هل بتقدري تقولي لي مين بدي استبدل من هدول بناء على هذه المعلومه؟ حتقولي لي اكيد لازم اختار هذا البرودكشن، يعني انت حتى لو هيومن شفتي المبرمج كاتب لك فور في اول كلمه لحالك حتروحي تستبدلي الستيتمنت بهاي، صح؟ ليش انت عقلك استبدلها بهاي؟ لانك شفتي اول كلمه شو؟ فور، ولقيتي هذه بتبدا بشو؟ بفور، فعرفت انك حتستبدلي هذه. مش هيك حتشتغلي؟ والكمبيوتر نفس الشيء بشكل سيستماتيك. الكمبيوتر ايش حيكون مسوي او السيستم؟ حيكون كاتب اف الس. إذا اللوك أهيد إكسبريشن بدي أختار هذه، إذا اللوك أهيد إف بدي أختار هذه كلها، إذا اللوك أهيد فور بدي أختار هذه كلها، إذا اللوك أهيد أذر بدي أختار هذه كلها، إذا اللوك أهيد غير هدول إيرور. يعني افترض اللوك أهيد كان مثلاً وايل مثلاً وأنا ستيتمنت، طب ولا واحدة بتبدأ بوايل، معناها مستحيل نلاقي شجرة من الستيتمنت تبدا بوايل، صح ولا لا؟ طب انت كيف عرفتي؟ لانه ما لقيتيش البدايه وايل في هدول. اذا ما فيش اي استبدال لستيتمنت بيطلع لك وايل، حتى لو كانت وايل مكتوبه في النص ولا ورا. مش هيك ولا لا؟ فانت حتفتي كنت كهيومن وتقولي لي ايش؟ تقولي لي ما بتطلع هذه الوايل من هنا، ليش هيك عرفتي؟ لانه واقفه هذه على وايل وهنا الستيتمنت اللي هي الاساس اللي لازم ابدا منه ولا واحده بتستبدل فيها بوايل، طب كيف بدها تطلع وايل؟ يبقى مستحيل تطلع الشجره، مش هيك كنت حتشتغل كهيومن وكسيستم كذلك. إذا كل اللي حيصير ببساطة مجرد مقارنة if else أو switch إذا بدك. كمان مرة if look ahead expression اللي هناك بدي أختار هاي، if look ahead if بدي أختار هاي، if look ahead اللي جاي من غاد for بدي أختار هاي، if look ahead other بدي أختار هاي، else إيش بدي أقول؟ error، خلاص ما بتجيش. وضحت كيف؟ الآن أنا بديش أفترض هواي، خلينا نشتغل على الصح الآن. إنه كانت واقفة على 4. أكيد نتيجة الـ if else if else if else إيش حيختار؟ حيستبدل الستيتمنت بشو؟ بخريطة الـ 4، حيقول لي لازم يجي 4. الخريطة كاملة طبعًا تستبدل الآن، بس استبدلش نص. كل الخريطة، إيش الخريطة بتقول لي؟ لازم 4، لازم فتحة قوس، لازم نون تيرمينال اسمه أوبشنال، مش هيك؟ بعدين لازم فاصلة منقوطة، هيك لازم تستبدل، بعدين ايش؟ بعدين اوبشنال، مزبوط؟ بعدين فاصلة منقوطة، بعدين اوبشنال، بعدين تسكيرة قوس، بعدين ايش؟ ستيتمنت. طبعا هذه لازم تستبدل بايش؟ بكل هدول، مش هيك؟ إذا مين اللي عرفني اني حستبدل بكل هدول؟ اللوك اهيد، يعني انا مش بس بدي اقارنه وخلص، حتى هو بيساعدني اعرف مين انا بدي اخذ من البرودكشنز اللي عندي. وانت تخيلي حالك، ارجع لما كنت تشتغلي هيومن، لما كنت تستبدلي، كنت تستبدلي من دماغك ولا كنت تشوفي شو اول شيء مكتوب عشان تستبدلي؟ تذكري حالك، كنت تشوفي ايش المكتوب عشان تستبدلي تطلعيه. وهنا الكمبيوتر نفس الفكره، انت يا لوك اهيد، انت اللي جايين من الليكسيكال، انت اللي كاتبه المبرمج، شو انت؟ انت فور؟ خلص بدي استبدل ستيتمنت باللي بتبدا بفور. انت اف؟ بدي استبدل الستيتمنت باللي تبدا باف. انت مش من هدول معناه انت غلط، مش من عندي، ايرور وبطلع. وضحت؟ طيب
خلونا الآن نكمل الستيب اللي وراها. الآن صار السهم وين واقف؟ واقف على 4، لأنه أنا استبدلت الستيتمنت بأشياء ووقفت على أول استبدالي، لسه ما عملتش ولا أكشن ولا حاجة. الآن هذا نون تيرمينال ولا تيرمينال؟ نون تيرمينال ولا تيرمينال؟ تيرمينال، يعني لا يستبدل، صح؟ طيب افترضي كان طالع معايا في الخريطة كمان مرة في الأول ستيتمنت، والله طالع معايا أي نون تيرمينال، إيش حتسوي؟ حتعيدي نفس القصة، حتشوفي هذا النون تيرمينال اللي هان، افترضي كان أوبشنال، حتشوفي الأوبشنال وتشوفي اللوك أهيد عشان تعرف تختاري مين. يعني طول ما أنت بتلاقي السهم واقف على نون تيرمينال، كل بدك تسويه بدك تشوفي اللوك أهيد الحالي وتحاولي تعرفي مين الاستبدال. طب طلع كمان نون تيرمينال، برجع لللوك أهيد مين الاستبدال، لضل استبدلي لغاية واحدة من تنتين، يا بتزبطش الاستبدال ونقول ايرور وخلصنا، يا اوصل لتيرمينال نهايه، يعني حاجه لا تستبدل، مش هيك؟ انا طلعت النهايه من الاول، من اول استبدال طلع خلص تيرمينال. بس انا بقول لك حالات ممكن تطلع معاكي انه ممكن يكون جاي نون تيرمينال، طب كمان مره استبدلته طلع نون تيرمينال، كمان مره استبدلته طلع تيرمينال، خلص وقفت. طب لقيت نون تيرمينال مش قادر استبدل، ايرور وطلعت خلاص. يعني انت كنت ممكن يصير في ايرور في الطريق في الاستبدال، لكن بدنا نفترض انه ما صارش ايرور ووصلنا لمين؟ للتيرمينال. السؤال طب كيف بدنا نكمل؟ خلص وصلنا للتيرمينال، ايش التكميل؟ قال كل اللي بده يصير بدنا نقارن، بدنا نجيب فانكشن نستدعيها تقارن الفور هاي مع الفور اللي كتبها المبرمج. طبعا في فرق بين التنتين، هذه الفور المكتوبة وهذه الفور تاعت الخريطة ايش لازم يجي. الان الاثنين لقيناهم شبه بعض، إذا الاثنين لقيناهم شبه بعض خلص تجاوزنا الفحص الأول، يعني أنت يعطيك العافية خلص اتحرك للتوكن اللي وراء، وأنت يعطيك العافية هو كاتب صح، ابدأ قارن مع اللي وراي لو كانوا شبه بعض. لو كانوا مش شبه بعض اطلع خلص ايرور، أنت قاعد كاتب حاجة غير اللي المفروض تيجي. هيك معناه الاختلاف. إيش عن اختلاف بين هاي وهاي؟ إيش عن اختلاف؟ يعني كاتب إشي مش مفروض يجي، شفتي كيف؟ فبطلع. لكن طول ما هم شبه بعض ايش بيصير؟ هذا بيمشي خطوه وهذا بيمشي خطوه وبكمل عمليه الفحص، يعني حنعيد نفس الشغل. الان كمان مره افترضي هذا كاتب جزء زي هيك يا بنات مثلا، الان هذا التيرمينال صح وهذا التيرمينال صح، ايش حنعمل فيهم؟ حيروح يقارنهم مع بعض. المقارن هذا اللي حيقارنهم الفانكشن، حتلاقيهم ايش مختلفين. لو انا كاتب بالاحمر زي هيك حيقول لي ايرور. طب ايش معناه الايرور؟ معناه انه المبرمج كتب حاجه غلط، معناه كتب حاجه لا تتبع السنتكس السليم والصحيح، لانه لازم اذا هو كاتب صح يكتب هذه الخريطه، مش هيك؟ ليش انا حاطين جرامر وليش حاطين وصف؟ عشان نتاكد انه كاتب زي الجرامر زي السنتكس. فاذا كتب قوس مختلف عن هذا القوس، الفانكشن هذه تاعت ماتش حتقول له غلط، هذا مش كاتب زي السنتكس الصحيح، وبنطلع خلاص. هذا لو كان كاتب غلط، نرجع نفترضه ايش كاتب صح، نفترضه كاتب صح تمام، وهي القوس واقف. الحين حيقارن هذا مع هذا، ايش حيلاقي الاثنين شبه بعض؟ معناها انت لحتى الان ما فيش عندك اخطاء يا مبرمج. ايش معناها؟ يعني خلاص امشي انت خطوه تمام، وامشي انت ايش خطوه. الان وصلنا لمين؟ لنان تيرمينال. نان تيرمينال شو نسوي؟ بدنا نستبدله، يعني النان تيرمينال هذا بده يستبدل يا بهاي يا بهاي. كيف اعرف؟ بدي اشوف اللوك اهيد الحالي، اللوك اهيد الحالي فاصله منقوطه، هل الفاصله المنقوطه بتطلع من هان؟ يعني هل بقدر استبدل الاوبشن اللي بحاجه تطلع الفاصله منقوطه؟ لا، مش هيك؟ المفروض ايش كنت اقول؟ غلط. لكن ليش مش حقول غلط؟ لانه الابسلون هذه منعتني اني اقول غلط. لانه ايش معنى الابسلون؟ معناه انه الاوبشن هذه ممكن تكون فراغ، خلاص كمل، فالغلط ببين بعد شويه. عارفين لو هذه الابسلون مش موجوده كان خلص ولا عمر الاوبشن اللي بتطلع الفاصله المنقوطه، كان بقول له ايرور بخلص. لكن وجود الابسلون انه هذا خيار ايش بقول؟ بقول ممكن الاوبشن اللي تكون فراغ، يعني ما ولا حاجه، يعني امشي كمل قارن في اللي ورانا، إذا غلط هو كاتب حيبين من اللي ورانا، إذا كاتب صح حيمشي صح. فأجل
عملية انه غلط ولا مش غلط لمين؟ للي وراه، لانه مسموح تكون الاوبشنال شو؟ فراغ، ففعلا هي يمكن فراغ وراحت على اللي وراها. هذا وارد. عشان هيك انت انتبهي لهذه حالة خاصة. اذا كان في ابسلون ممنوع تقولي غلط. طب ايش اسوي في الحالة هاي؟ قال بتاخذ الخيار انه استبدلت الاوبشنال بابسلون، يعني سبتيها ومشيتي. فهمت كيف؟ يعني لو بدي ارجع لهذه الاولى يا بنات، ولو كان كاتب وايل في الاول كنا بنقول ايش حنسوي؟ غلط. لكن عارف لو كان حط ابسلون بقول ايش غلط، بقول اعتبر فراغ وبكمل وبشوف بعدين اذا غلط ولا لا. فاهمه؟ يعني الابسلون عمل حاله مختلفه شويه. فانتبهي لما تشوفي ابسلون ما تروحش تقولي غلط حتى لو ما بتطلعش. خلص بتختاري ابسلون لانك ولا خيار قادر تستبدليه، فبتختاري استبدال الابسلون وبكمل. ما فيش ابسلون على طول تستنيش، لانه ايش يعني ما فيش ابسلون؟ يعني لازم يا بهاي تستبدلها يا بهاي يا بهاي، فلازم تطلع، ما بتطلعش غلط. وضحت قصه الابسلون؟ طيب خلينا الان نتابع. الان وين وصلنا احنا؟ وصلنا للاوبشنال صح؟ الاوبشنال هاي واللوك اهيد، ايش اللوك اهيد؟ فاصله منقوطه مزبوط؟ ما فيش، حقول غلط ولا حلا؟ مش حقول غلط لانه في ابسلون. ايش حعمل؟ حقول هنا، حقول خلص اعتبر انه هذا استبدلنا بابسلون، يعني ولا حاجه، يعني خلص. ويمشي هذا لوين؟ لهذا. ليش؟ لانه افترض ان الاوبشنال خلص فراغ، ما لهاش استبدال، خلص اخذت الابسلون انه ما استبدلتهاش بحاجه، فمشيت عشان اكمل. ليش؟ ايش؟ شوف اللوك اهيد، اللوك اهيد اكسبريشن، خلص ليش بدي استبدلها باكسبريشن؟ انا بستبدلش على كيفي، انا بستبدل حسب اللوك اهيد عشان اعرف صح ايش استبدل. فالان هاي مش اكسبريشن، معناها ممنوع اخذ هاي. بقدرش اقول غلط لانه في ابسلون، لانه في خيار خذ ابسلون، معناها خلص اذا ولا خيار موجود والابسلون موجوده خذ الابسلون، هيك بقول لي القاعده او القانون. يعني هو مش هاي بعدين مش هاي؟ ما مشيش، انا الحين واقف على فاصله منقوطه. وهذا واقف عند الاوبشنال، معناها ان الاوبشنال لازم تستبدل بشيء عشان يمشي. الاوبشنال لقاها مش اكسبريشن، يعني بقدرش ياخذ هذا الخيار ولا خيار موجود. ايش نعمل في الحاله هذه؟ بقدرش اقول له غلط، خلص اخذ الفراغ. ايش يعني اخذ الفراغ؟ يعني خلص مشي خطوه، يعني استبدلها بابسلون، يعني ولا حاجه، يعني امشي امسك في اللي بعدك، يعني هذا ما تعملوش حسابات، خلص هذا اعتبره فراغ وانك مش موجود اساسا وانت كنت ماشي واصل ابسلون الفاصله المنقوطه هاي. الان وصل هذا لوين؟ للتيرمينال. ايش حيسوي؟ حيقارن حاله مع مين؟ مع لوك اهيد. افترضي هذا كاتب غلط فاصلة عادية. فاصلة عادية مش مطابقة مع فاصلة منقوطة، يعني هذا مش كاتب نفس المفروض يكون، معناها ايرور بيطلع. شفتي؟ لو كان كاتب صح فاصلة منقوطة الماتش حتقول اه فاصلة منقوطة وفاصلة منقوطة شبه بعض، يبقى لحتى الآن هو كاتب بشكل سليم، فيش مشاكل، اتفضل امشي نشوف اللي وراه، ايش اللي كاتب وراه وايش اللي المفروض يجي وراه، هيك معنى مشيت التنتين، ايش هو كاتب وايش المفروض يجي، ايش هو كاتب وايش المفروض يجي، طول ما شبه بعض ايش هو كاتب ايش المفروض يجي، خلصت للآخر، خلصت صح، كتب كل اللي المفروض يجي، في النص صار في أي مكان مشاكل بيطلع بقول لك ايرور باختصار. وضحت؟ طيب خلينا نكمل. الان هذا وين بده يروح؟ على اكسبريشن، وهذا وين بده يروح؟ على نون تيرمينال. ايش قلنا بنسوي لما بنلاقي نون تيرمينال؟ بنرجع نشوف النون تيرمينال بايش نستبدله. ايش اللوك اهيد واقف؟ موجوده، يبقى خلص حتستبدل الاوبشنال هذه بايش؟ ايش يعني استبدلتيها؟ يعني صار هنا كاتب اكسبريشن وصار السهم عليها، لان هذا مش فراغ انه يمشي عنها، صار ماسك تيرمينال. الان ايش حنساوي طالما هذا صار تيرمينال؟ حيرجع يقارنه مع اللوك اهيد الحالي، هذا وهذا شبه بعض، اذا هذا شماله بيمشي وهذا شماله بيمشي، فاصله منقوطه فاصله منقوطه شبه بعض، هذا بيمشي وهذا بيمشي. الان حنعيد ثاني، اوبشنال بده يستبدلها، ايش اللوك اهيد الحالي؟ اكسبريشن، يبقى حيروح يستبدل هذه بايش؟ باكسبريشن ويحط عليها السهم. الان هذا ايش؟ تيرمينال وهذا تيرمينال، اذا حيقارنهم شبه بعض، بيمشي هذا هنا وبيمشي هذا هنا. افترضي كاتب غلط، كاتب قوس غلط،
هيلاقي انه هذا مش هذا تيرمينال تيرمينال، هيروح للفانكشن ماتش تفحصهم، هتلاقي هذا الشكل غير الشكل المفروض يكون. لو كان كاتب حاجه او قوس مختلف فهيقول له ايرور يطلع لانه كتب غلط، لو كان كاتب غلط، بس مش كاتب غلط. الان لو كتب صح زي هيك حيلاقي هذا وهذا شبابات، حيمشي على ستيتمنت، هذا حيمشي وين؟ على اذر. الان طالما وصلنا لنون تيرمينال بده يرجع من جديد، بده يستبدل ايش اللوك اهيد؟ اذر. يبقى حنختار مين؟ اذر. يبقى الستيتمنت هذا ايش بده تصير؟ اذر، والسهم هنا اذر مع اذر ماتشنج. خلصت، مشينا على كل السنتنس بدون مشاكل. يبقى يتبع الجرامر، يبقى بيتبع السنتاكس، يبقى مزبوطة فيش فيها مشاكل. باختصار عاد لو اي غلط انكتب في اي مكان كان بين معنا واحنا ماشيين. الان بدي تلاحظ اشي مهم، احنا ما عملناش تري بشكل اكسبليسيت، احنا ما عملناش تري، يعني ما رسمناش نودز وليفز وإجز، ما عملناش هيك. لكن التصرف اللي احنا تصرفناه والالجوريثم اللي احنا امشيناه هو امبليسيت تري. يعني احنا ايش سوينا عشان افهمك؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا بدنا نستبدل الستيتمنت بهادي، صح؟ مش هيك عملنا؟ وبعدين قلنا بدنا نستبدل هادي بابسلون، وبدنا نستبدل هادي باكسبريشن، مش هيك قلنا توفق في شغلنا؟ وبدنا نستبدل هادي باكسبريشن، وبدنا نستبدل هادي باذر. ايش يعني لما قلت استبدل هادي واستبدل هادي واستبدل هادي؟ كاني قاعد بعمل في التري، لكن عمليا انا ما عملتش تري، صح ولا لا؟ لكن الاسلوب اللي مشيت فيه، طريقه التعلم اللي مشيت فيها، وكانه قاعد بعمل تري، لكن انا التري انعملت بشكل ضمني. ايش بقصد لما اقول لك التري انعملت بشكل اكسبليسيت؟ يعني رسمت لها نودز، رسمت لها ليفز، رسمت لها ايدجز، هيك انا بكون عملت تري اكسبليسيت. شايفه؟ فعمليه البارسينج لا تتطلب منك عمل تري بشكل اكسبليسيت. طب واحد هتقول لي طب ما انا كنت ارسم التري، ما هذا تعبير الرسم عن عمليه استبدالات، انه انت قاعده بتقولي في التري بستبدل هذه بس، مش هيك معنى التري كنت ترسميها استبدالات؟ طب ايش يعني لما جيت انا قلت لك استبدلي لي الستيتمنت بهاي، واستبدلي لي هذه بابسلون، واستبدلي لي هذه باكسبريشن، واستبدلي لي هذه باكسبريشن، واستبدلي لي هذه باذر عشان تطلع هاي؟ معناه انا كاني اشتغلت تري بس بشكل ضمني، صح ولا لا؟ فبس بتنتبه للقصه هاي، انه احنا قاعدين فعلا بنعمل عمليه بارسينج، وهلا عملناها بشكل سيستماتيك، ولا بفكر ولا بوجع راسي، كل قصتي اف الس ايش يا لوك اهيد عشان اعرف ايش اللي اخترته. طب عرفت اني اخترت هاي، خلص ماتشنج، هاي شبه ولا مش شبه، فمره بمشي هان ومره بمشي هان. طبعا احنا كسمري في عندنا اكثر من حاله لازم اخذ بالي منها. اذا كان هنا نون تيرمينال، هنا طبعا لازم على الشق هذا يكون دائما تيرمينال، لازم يكون هنا دائما تيرمينال. ليش؟ لانه هذا من وين جاي؟ من لكسيكال، مش هيك؟ مش اللكسيكال اللي كتبه المبرمج بيجيب لي اياه بيقول لي لقيت التوكن الفلاني والفلاني والفلاني، فهنا دائما تيرمينالز. التري عاد ممكن تكون المكان اللي انا واقف عليه ممكن يكون نون تيرمينال وممكن يكون ايش؟ تيرمينال. قال لي سهله القصه، اذا نون تيرمينال شوف شو اللوك اهد الحالي عشان تعرف ايش الاستبدال بدك تستبدله. لقيت له استبدال هينا استبدلنا، ما لقيتلوش استبدال ايرور الا اذا في ابسلون، اذا في ابسلون خلاص امشي عنه. باختصار هذا لو كنت ماسك بنون تيرمينال. طب انا مش ماسك بنون تيرمينال، ضلتني ماشي ماشي وصلت للتيرمينال، هذه الحاله الثانيه. قال لي خلاص قارن هذا التيرمينال اللي انت مسكته اللي معناه المفروض ينكتب مع اللوك اهد الحالي اللي هو كاتبه فعليا، واحده من تنتين، شبه بعض ولا مش شبه بعض؟ اذا مش شبه بعض غلط. ليش يعني غلط؟ لانه هو كاتب حاجه غير اللي المفروض تكون، مش متبع السنتاكس تبع اللانجوج، هيك معنى الغلط. فبقول له اطلع وخلصنا. طيب الاثنين شبه بعض، تجاوزت الفحص بسلام، انت كاتب صح زي السنتاكس على اللانجوج، اتفضل امشي خطوه، وانت امشي خطوه وكمل فحصك للكومبوننتس اللي بعد اللي جايات. وصل للاخر بسلامه، خلص النتيجه سليمه، السنتاكس سليم، ما فيش مشاكل. اي خلل في الطريق بيطلع بقول لي غلط. باختصار عشان هيك انتبه للقصه. وانا تو فرضت واحنا بنشتغل، فرضت انه مره كتب فاصله عاديه، مره فاصله منقوطه، فرضت انه كتب وايل في الاول، فرضت انه كتب جوز غلط، فكل مره كنا لما بنغلط في الكتابه بنلاقيه وقفني في مكان ما. وضحت الصوره العامه؟ تمام هيك؟ في اي مشاكل؟ طبعا هي هذا بدكم تشوفوها كرسم. طلع عليها انا. هي عشان لما تدرسوا الخطوات اللي احنا عملناها
هيها باختصار. اجى قال لك هاي الستيتمنت وهي اللي كاتبه المبرمج، ومن بناء عليها بدا يقرر ايش الستيتمنت اختار فيها، وصار يمشي خطوه بخطوه، وكل ما بيلاقي نون تيرمينال ايش بيسوي فيه؟ بيستبدله حسب اللوك اهيد وحسب ايش البرودكشنز تبعاته، وقال لك امشي هيك للاخر بتكون عملتي عمليه البارسينج باختصار. طبعا هو مش مكملها، لكن بديك كيف بدا، وفي بين السطور بيقول لك ايش اللي صار. انا اشتغلتها بالكامل معاكم من الالف الى الياء، وفرضت اخطاء وفرضت صح. طيب الان قبل ما ننتقل على النقطه اللي وراها، في اي حد بده يسال؟ في اي حد عنده استفسار، او في عنده نقطه مش واضحه او تردد في مكان ما؟ اللي عنده اي سؤال تتفضل، ما فيش مشاكل، خذي راحتك اسالي. فيش اسئله، واضحه الامور. الابسلون شويه. طيب بالنسبه لموضوع الابسلون كمان مره، الان لو انا عندي اكس مطلعالي زائد افتح قوس سكر قوس مثلا، ناقص افتح قوس سكر قوس مثلا، فاصله عاديه، ها فاصله منقوط، انا من عندي بفرض زائد زائد ناقص من عندي فرضيه، خلاص تمام. والروت، الروت اسمه اكس، واللوك اهيد المبرمج كاتب، اللوك اهيد المبرمج كاتب زائد. الان هذه الاكس ايش بقصد فيها؟ الروت تاع التري، هذا الجرامر اللي بيوصف، وهذا اللي كاتبه المبرمج كمان. شو حنشوف ايش كاتب الان؟ انا في الخيار الاول الاكس هذه بدي اختار هاي ولا هاي ولا هاي، حتقولي لي على حسب اللوك اهيد الحالي صح؟ اذا اللوك اهيد زائد ايش حتقولي لي حختار البرودكشن وامشي فيه. طيب اذا كان اللوك اهيد ماينس، حتقولي لي حختار هذه وامشي فيها. طيب اذا كان اللوك اهيد فاصله منقوطه، حتقولي لي حختار هذه وامشي فيها. طيب اذا كان اللوك اهيد فاصله عاديه، حتقولي لي ايرور، ما عمره ما بتطلع الفاصله العاديه من الاكس، فحتقولي لي ايرور على طول. طيب افترضي غيرت في السؤال شويه وقلت لك كان في خيار ابسلون وكانت هذه فاصله عاديه، مش حيقول لي ايرور زي قبل شويه، حيقول لي ما فيش مشاكل، وحيختار مكان اكس ايش ابسلون ويمشي عنها وخلص. اذا هذه غلط بتنكشف من الناس اللي ورايا، من الشيء اللي ورايا، يعني هنا مش حيحدد لي انها غلط، لانه انا ايش بقول له هنا؟ انه مسموح ما تكونش موجوده الاكس، مسموح انها كانت فراغ، فيمكن هذه الفاصله جايه من الناس اللي ورايا، ليش انت تروح تقول غلط؟ فمين اللي خلاني اسمح بالمرور عنها بدون غلط؟ وجود الابسلون. لكن لو هاي مش موجوده لا محاله، لازم الاكس تقلب يا هاي يا هاي يا هاي، هيك بقول لي الجرامر. خلص بسيبها. ايش يعني سابها؟ يعني استبدلها بابسلون، يعني بمعنى اخر لما اقول له سيبها يعني كانه بدلها بابسلون ومشي عنها. وضحت؟ طيب ايش في عندكم اسئله؟ واضح ان الطلاب اشطر منكم، يعني حتى اسئلتهم سالوا اسئله هنا في مكانها في محلها، وانا منتظر انكم تسالوني اياه. فايش في عندكم اسئله؟ انا منتظركم تسالوني، يعني سؤال مهم هنا يعني. دلل على انهم فاهمين مستوعبين ودخلوا في البروسيس كويس وصاروا يحللوا. ما شاء الله عليكم. ايش سؤالهم كان بيقول؟ كان بيقول طيب انت على فرض انه كان في فورين، يعني ستراكشر ثاني، مش في الاف مرات مرتين والفور مرتين، طب كيف بدي اعمل في، كيف بدي اسوي في الحاله هذه؟ طب غلط. طيب وطلع في الثانيه غلط. يعني بتجاوبوا تقريبا حوالين الاجابه الصح. المهم طيب، طب اذا الثانيه غلط؟ مشي مشي لقى غلط. طيب لقاها صح. طيب ولقاها غلط. لا مش دبر حاله، خلص غلط. ايوه كويس. الان كمان مره، الان لو في عندي فورين او ثلاثه او اربعه
قال ما فيش أي تعارض عن اللي قلناه، هيمسك الأولى ويمشي فيها عادي. بس طبعا طالما في مكررات هيسجل لما وصل الأولى إيش كان اللوك أهيد وين كان وإيش النون تيرمينال اللي كان عنده، وحيفوت الآن ويمشي في الخريطة الأولى. إن لقى غلط بفتيش زي قبل شوية وبيطلع من السيستم، لأنه عارف إنه في غيرها بتبدأ بفور، فمش هيستعجل ويقول غلط، هيعيد اللوك أهيد مطرح مكان وحيرجع للنون تيرمينال تاني من جديد ويجرب الفور الثانية. إن لقى كمان فيها غلط، إذا في فور تالتة حيرجع لنفس النقطة ويجرب الفور التالتة، لقاها غلط خلص جرب التلاتة وغلط غلط غلط بيطلع بقول غلط. شفتي كيف؟ لكن أكيد هنلاحظ إنه هذا شوية ممكن يبطئ في السيستم تكرار البدايات. يعني إذا أنا قادر ما تكونش البداية مكررة هذا إشي إيجابي عشان يكون يروح ما يرجعش، وهذه النقطة هنتناولها كمان شوية نتكلم فيها بالتحديد أو المرة الجاية حسب الوقت. تمام؟ إذا ما في إشكالية تكون في بداية مكررة، بس في الحالة هذه مش هستعجل وعند أول غلط أقول غلط وأطلع، لا، في مجال الثانية تكون صح فلازم أجرب الثانية، فإذا مشيت للآخر صح خلاص بضل مكمل، معناها فرد الفور الثانية استخدمها. شفتي كيف؟ بس هي النقطة اللي احنا بدنا ننوه إليها. طيب الآن تعالوا نتكلم شوية من ناحية برمجية، بدنا نتكلم شوية من ناحية برمجية. طيب خلونا نبدأ الآن، نرجع تاني. الآن بدنا نتكلم من ناحية برمجية كيف ممكن نعمل برنامج للكلام اللي قبل شوية قلناه، إني أنا بختار الستيتمنت، كيف بختارها، كيف بستبدلها، كيف بقارن تيرمينال مع تيرمينال. فهذا الكلام اللي كنا نتكلم فيه قبل شوية بدنا نشوف من ناحية برمجية كيف نعمله الآن. بس في شوية ملاحظات، إنه إحنا الكود اللي بدنا نعمله بنسميه Recursive Decent Parsing، أو البارسر بدنا نعمله Recursive Decent Parsing. ليش؟ لأنه إحنا كمان شوية حنعمل function تستدعي نفسها. ليش هعمل function تستدعي نفسها؟ لو أنت تطلعت شوية على الجرامر مثلا هتلاقي إنه إذا أنا الستيتمنت فانكشن مثلا، لأنه إحنا كل نون تيرمينال حنعملها فانكشن، حنشوف هذا الكلام كمان شوية، فلاحظ إنه الستيتمنت تستدعي مالها نفسها. فطالما فانكشن تستدعي نفسها معناها دخلنا على نظام الريكيرجن. طبعا ما فيش طرق غير الريكيرجن إن نحل عليها، لا، في طرق في شابتر أظن 5 4 مش عارف بعدين هناخدها لا تعتمد على الريكيرجن، بنسميها نون ريكيرزيف ديسنت بارسر. طبعا ليش بقول مصطلح بارسر؟ لانه انا العمليه مش تعملها بارسينج، يعني الكود اللي بدي اسويه عشان يعمل عمليه البارسينج اسمه بارسر. فعشان هيك هذا البارسر حسب طريقه برمجته، اذا انا اعتمدت على ريكيرجن بده يصير اسمه ريكيرزيف ديسنت بارسينج. اذا انا ما اعتمدتش على الريكيرجن في عمله زي ما الشفاتر اللي قدام بتقول بيصير نون ريكيرزيف ديسنت بارسر. اوكي، اليوم احنا بس هنركز على مين في هذا الشابتر؟ على الريكيرجن، ريكيرزيف ديسنت بارسر، بس من ناحيه التسميه. تمام، هذا أول ملاحظة. الآن الشغلة الثانية، إنه هذا Recursive Decent Parser في منه اثنين، في واحد بيسمح بالرجوع بنسميه With Back Tracking زي ما في أسئلة الإكسرسايزز بتقول، وفي لا يسمح بالتراجع Without Back Tracking. الـ Without Back Tracking هذا بنعطيه مصطلح Predictive Parsing عشان نكون واضحين. يعني لما انا اقول لك بدي تعملي لي بريدكتيف بارسر او بريدكتيف بارسينج، معناها هذا بارسر من النوع اللي بيروح ما بيرجعش، خلص مالش فحص يرجع فيه. تمام، مش بس هيك، وهذا من نوع ريكيرزيف، يعني هذا نوعه ريكيرزيف ديسنت بارسينج، فاحنا هنركز على هذا البريدكتيف بارسر. طبعا الان لو رجعت انا لمثالي اللي قبل شويه وقلت لك على فرض في فورتين تحت بعض، لازم على طول تجيكي معلومة لا يمكن عمل البريدكتيف بارسر في الحالة هاي. ليه؟ لأنه طالما في فورين لازم أخذ الأولى وأعمل باك تراكينج وأجرب الثانية، إذا لا يمكن عمل البريدكتيف بارسر إلا في حالة واحدة، إذا أعادت صياغة الجرامر بطريقة تمنع تكرار البداية، وهذه حنشوفها بعدين مش الآن. المهم انه انا لا استطيع عمل بريدكتيف بارسر لما تكون البدايه مالها
مكررة، لأنه المنطق بيقول طالما البداية مكررة لازم أجرب الأولى ولازم أرجع وأجرب الثانية. إذا بطل إيش؟ بريدكتيف بارسر. يبقى لما أنا من هنا وطالع أقول لك اعملي لي بريدكتيف بارسر، لازم الجرامر اللي يكون قدامك ماله ما فيش في بداية مكررة. طب إيش أعمل لو في بداية مكررة؟ إذا بنقدر نشيلها نشيلها، يعني إذا بنقدر نعيد كتابة الجرامر بطريقة ما إنه نمنع البداية المكررة حنعمل هيك، وهذا الكلام حنلاقيه وارد بس بعدين مش اليوم، بس أنا بدي أفهمك كمصطلح. طبعا هل في مشاكل تانية للبريدكتيف بارسر؟ في مشاكل تانية المرة الجاية بنتكلم عنها، بس اليوم بدي أعتبر الأمور سهلة شوية. خلص، إيش هو البريدكتيف بارسر؟ هو ريكيرزيف ديسنت بارسينج without باك تراكينج. تمام؟ طيب اللي بتعرف تكتب وتتعلم وتكتب البريدكتيف بارسر مش هيفرق معها لما يصير في تكرار، صح وببطل اسمه بريدكتيف، لكن ككود بتقدري تعمليه، لانه كل اللي حتسويه انت تعيدي خطوه ترجع شويه وتجربي اللي وراها. يعني حتى سؤال الاكسرسايز الخاص بالباك تراكينج مش صعب، يعني مش هتلاقي حاجه تتكلم عن الباك تراكينج الا من خلال سؤال اكسرسايز في هذا السكشن، لكن كل السكشن بعد هيك بتكلم عن ايش؟ without باك تراكينج، خلاص، اللي هو تحديدا بريدكتيف بارسر، وهذا اللي دائما بنسال عنه. طيب الان تعالوا نشوف كيف اعمله هذا البريدكتيف بارسر، كيف اعمله. لحسن الحظ طريقه عمله سهله جدا وسيستماتيك جدا، تعلمتيها مره بتعمليها كل مره، يعني ما فيش مجال ان والله بدي اقعد افكر وبرمج والقصص المتعبه، لا. طب كيف؟ ورينا الخطوات. اول خطوه بقول لك اياها بشكل واضح وصريح، كل نون تيرمينال بدك تعملي لها فانكشن. يعني الان في السؤال هذا كم نون تيرمينال؟ تنتين، بدك تعمل اثنين فانكشن. طبعا غير الفانكشن الاساسيه اللي هي مين؟ بتاعت الماتش. مش احنا قبل شويه قلنا لازم يكون في فانكشن بتقارن الشغلتين اللي بروحوا عليها، اذا مش متساويين بقول لي غلط وبطلع، واذا متساويين بيمشي اللوك اهيد خطوه للي وراه. مش قلناها قبل هيك شويه الماتش هذا وبيمشي الثاني؟ تنسيش فانكشن الماتش، يبقى الماتش هذه أساسية وسيضاف إلها مين؟ فانكشن للستيتمنت وفانكشن لمين؟ للأوبشن إكسبريشن. إذا كل نون تيرمينال له فانكشن، هذا أول ملاحظة. طيب الملاحظة الثانية، لما نيجي نتكلم على الستيتمنت فانكشن هاي، إيش في جواتها بده يكون؟ من إيش مكونة هذه الفانكشن؟ قال بس مكونة من إف إلس أو مكونة من سويتش. ما الإف إلس والسويتش زي بعض، نفس الاشي. كيف يعني؟ يعني باختصار انت لما فتي جوا الستيتمنت هذه الفانكشن، مين بدك تطاري؟ هاي والله هاي والله هاي والله هاي، قلنا بناء على اللوك اهيد، صح؟ فانت ايش حتسوي؟ حتكتب ببساطه اف لوك اهيد بيساوي اكسبريشن، اذا اختار هاي إلس اف. لسه انا مش عارف كيف يعني اختارها، كمان مش هقول كيف يعني اختارها، بس بديك الكونديشن إلس اف لوك اهيد بيساوي اف، اذا اختار هاي else if look ahead for اختار هاي، else if look ahead بيساوي other اختار هذه، else error. طب لو كان epsilon بقولش اشي، بقولش error. شفتي كيف عملنا هاي؟ طيب الفانكشن هاي تتوقع ايش يكون جواتها؟ نفس الفكره، if look ahead بيساوي expression اختار هاي، else خلص ما تعملش اشي. ليش ايش؟ وين؟ هنا السؤال ولا هنا السؤال؟ طيب انت ركزتي معي هنا، بدي اعتبر هنا ابسلون، تمام، عشان نشوف كيف بشتري لها، خلاص؟ وبعدين نيجي للي تحت. اف لوك اهيد بيساوي اكسبريشن، حنختار هذه كلها. إلس اف لوك اهيد اف، بنختار هذه كلها. else if look ahead for نختار هذه كلها. else if other نختار هذه other. else خلص بعملش شيء، بحطهاش، حتى بكتبش else، خلص بعملش شيء. لكن لو هاي مش موجودة else error، فهذه انسيها خالص من قاموسك في الآخر، بس هي حتفرق معاكي إنه else الأخيرة تعمليها error ولا ما تعمليهاش error. فإذا في أحد الخيارات epsilon ما تعمليش error، هيك أنت بتكون نفذتي الإبسلون، يعني خلص ما عملت شيء. اذا مش موجوده الابسلون لازم تقولي ايرور. الان لما جيت اعمل الفانكشن هاي، هاي ما فيش فيها غير جمله واحده، خلص اف لوك اهيد اكسبريشن، هختار اكسبريشن،
خلص انس ما فيش شيء. وضحت هذه كيف الان؟ طيب الان السؤال، طيب يعني كيف انت اختار هذه؟ اوكي انا فهمت الاستراكشر الاساسي تاع الفانكشن انه سويتش او اف الس، لكن افترض مثلا لوك اهيد فور، انت بتقول لي اختار هاي، كيف اختارها؟ كيف امشي فيها؟ اقول لك كيف تختاريها وركزي معايا. الان لو جينا نقول اف لوك اهيد تمام يساوي 4 مثلا، طلع كيف بدي اختار؟ بدي اقول له ماتش، وحشرح لك ايش اللي انا كتبته، ماتش 4 فاصله منقوطه ماتش، الحين بدي اشرح لك اللي سويته، فتحه القوس استدعي الفانكشن، مش هذه فانكشن اوبشنال اكسبريشن، وراها ماتش ايش؟ افهمك ايش اللي سويته عشان تستوعب، وبعدين حنكمل بنفس الاليه. ركزي معي، ايش يعني ماتش 4 يا بنات؟ معناها انه بده يروح على مكان ما مزبوط، وبده ياخذ الارجيومنت هذا معاه مزبوط، وبدي يقارن هذا الارجيومنت اللي هو المفروض يكون مكتوب مع مين؟ مع اللوك اهيد اللي كاتبه المبرمج مزبوط. افترض هناك لقاهم زي بعض، مش هناك اللوك اهيد حيمشي، هنا ايش حيصير؟ حيرجع هنا، بكون خلص الفانكشن، مش راح استدعاها ورجع. ايش يعني رجع؟ يعني خلص تجاوز الفور هذه اللي هان، صار بده يفحص اللوك اهيد مع مين؟ مع اللي ورايا، لانه رجع. افترض لقى غلط من هناك، يعني لقى انه انا بقول له بدي فور وهذاك كاتب حاجه ثانيه، حيقول له ايرور ويطلع، مش حيرجع لي هنا. لكن رجوعه هنا مع بالضبط معناها انه مشي خطوه. وهناك في فانكشن الماتش ايش عمل؟ لما لقاها نفس المكتوبه هي نفس الجا، قال اللوك اهيد امشي. فانا ضمنت في الماتش مشي خطوه اللوك اهيد الجديد، وضمنت رجوعه هنا انه اوريدي تحرك عن الفور. فايش بقول له بعد الفور؟ ايش الفانكشن بدي اياها؟ طالما تيرمينال هذا، بقول له الان ارجع افحص فتحه قوس، حيرجع لماتش. الان ايش في اللوك اهيد هناك الجديد؟ حيقارنه مع مين؟ مع القوس اللي المفروض ينكتب، شبع بعض. اللوك اهيد هناك ايش حيصير فيه؟ حيمشي وترجع الفانكشن هنا وصلت. طب لقى غلط بيطلع. اذا رجوعه من الفانكشن معناها ايش؟ انه تجاوز فحص الفور، تجاوز فحص الهاي. طيب الان هذه كيف بستدعيها؟ هل هذه بعملها ماتش؟ هذه لا، هذه نون تيرمينال. ايش يعني نون تيرمينال؟ يعني هذه فانكشن بدي استدعيها، عاد حيروح على الفانكشن هذه اف الس ومش عارف ايش ويشوف ايش المضبوط، واما يخلص ولاقيها مضبوطه بيرجع لي كمل انه لقيت. ايش معنى اني تجاوزتها؟ انه لقينا حاجه تستبدل بالاوبشن اكسبريشن ووصلنا لها، فبكون اللوك اهيد وصل هان وبكون رجعت انا هان. ايش بقول الان؟ كمل. ايش تكملتي؟ ماتش سيمي كولون استدعي اوبشنال، ماتش السيمي كولون استدعي الاوبشنال، ماتش تذكره القوس استدعي الستيتمنت. هاي خريطه ايش؟ الفور. طب ايش تتوقعي خريطه الاكسبريشن؟ يعني اف لوك اهيد تساوي اكسبريشن، ايش بدي اقول له؟ بدي اقول له ماتش اكسبريشن ماتش فاصله منقوطه، إلس اف لوك اهيد اف، ايش بدي اقول له؟ ماتش اف ماتش افتح قوس ماتش اكسبريشن ماتش سكر قوس استدعي الفانكشن ستيتمنت. يعني كل نون تيرمينال يستدعى وكل تيرمينال بحطه في ماتش بنفس الترتيب اللي لازم يكون. الفور تكلمنا عنها، وبعد ايش ماتش اذر. تعالوا نشوف الكود الان ونختم عنده، المره الجايه بنعمله سيميوليشن. الكود سمبل بدوش شيء، هي شايفينه؟ هذا اول شيء ايش عمل؟ عمل فانكشن اسمها ستيتمنت، وعمل فانكشن اسمها اوبشنال، وعمل فانكشن اسمها الماتش. ركزي لي على الماتش لانه الماتش ثابته، الماتش هذه مالها؟ طول عمرها نفس الشيء، تتغيرش. طلع الماتش ايش بقول لك في الماتش؟ بقول لك بدي اشوف اللوك اهيد مع مين؟ مع اللي جاي من الخريطه، فتحه القوس او الفور اللي كان المفروض ينكتب، يعني التي تمثل اللي المفروض ينكتب، واللوك اهيد تمثل اللي كاتبه المبرمج، بنقارنهم متساويين. خلص متساويين بدنا نرجع صح؟ بس ايش بدنا نسوي؟ انه اللوك اهيد صار يمشي على اللي وراء والفانكشن بترجع، يعني خلص تجاوزنا الفحص. طب في غلط بيطلع، خلص بكملش بيطلع بايرور. فالماتش هي اختصار الماتش. الان تعالوا نشوف الستيتمنت اللي فوق،
ايش بيقول في الستيتمنت؟ عملها سويتش. سويتش لمين؟ للوك اهيد زي اف الس. كيس اكسبريشن شايفه ماتش اكسبريشن ماتش فاصله منقوطه خلصنا. هاي خريطه البرودكشن الاول. ماتش اف اذا كانت اف ماتش اف ماتش افتح قوس ماتش اكسبريشن ماتش سكر قوس خلصنا. الفور طلعي. بس ايش بيسوي دائما النون تيرمينال؟ ايش يا بنات بيسوي فيه النون تيرمينال؟ يستدعى كفانكشن، ماليش علاقه. طبعا حيروح على الفانكشن اذا صح وفيش فيها مشاكل وفيها ماتشات وفيها كل شيء، بيرجع انه خلص لقينا اوبشنال سواء الابسلون او الاكسبريشن. المره الجايه حعمل سيميليشن كامل. بس الان شوف بس طريقه الكتابه سمبل خالص، ما فيش فيها شيء. ماتش اوبشنال ماتش اوبشنال ماتش ستيتمنت بريك. شايف الكيس الاخيره ماتش اذر إلس ايش؟ ايرور. عارف لو كان فيها ابسلون ما كانش حيحط الايرور هذا، لكن ما فيش ابسلون يعني ياها 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 يا غلط اذا كاتب حاجه غيرهم. اخر واحده هاي الاوبشنال. وين الاوبشنال؟ هاي الاوبشنال. اذا لوك اهيد اكسبريشن ماتش ايش؟ اكسبريشن. طب ليش ما عملش إلس ايرور؟ لان فيها ابسلون. عارف لو فيش فيها ابسلون كان عمل إلس ايرور. طبعا انا الكود حوقف الان عنده هنا. المره الجايه ايش بدي اسوي؟ بدي اعتبر انه مبرمج كاتب فور واعتبر انه هي الكود موجود عندي، وبدي اشوف كيف الكود حيكشف اذا كاتب صح ولا كاتب غلط. يعني المره الجايه بدي اعمل له سيميوليشن كامل ونخلص من النقطه هاي ان شاء الله. يعطيكم الصحه والعافيه.